يعني طيب خلينا نبدأ بمشوارك مع النادي الأهلي، يعني شايف مشوارك مع النادي الأهلي حتى هذه اللحظة إزاي؟ our team فريقنا of course not the most talented team like طبعا ما يجمعش لعيبه يعني موهوبين كبار زي الجيل بتاعك. انت جيلك كان افضل جيل جه في تاريخ النادي الاهلي بمنتهى الامانه، والكل يعرف ذلك جيدا. زي جيل مانشستر يونايتد فتره من الفترات، برضه جيلكم الفتره دي مع مانويل جوزيه اللي هو كان الاسطوره، وكان جيل لعيبه كان افضل ما يكون، وحقق انجازات كبيره، والنتائج الحقيقه كانت رائعه، وانا بقدر هذا. ولو جات لي فرصه اقابله واسلم عليه بايدي عشان احييه على العمل الكبير اللي انجزه في مصر مانويل جوزيه. فريقي ليس افضل من حيث المواهب الفذه زي جيلكم، لكن بحب اكثر هم اكثر فاعليه، هم جروب مجموعه من اللاعبين اكثر فاعليه من اجيال سابقه، ويعلمون كيف يحققون الفوز في الماتشات الكبيره. بنكسب طبعا، اللعيبه بتكسب.